كيف وضعك الصحة الآن؟ الحمد لله أحسن. شو الإصابة اللي أنت تعرضت لها خلال الحادث شرف؟ بكيت مروح من الشغل هسا على الرمزور بكفي قدامي مسايت عالجهة اليمين، مشيت سحبت أنا بدي أتجاوز المسايت، وأنا عالشمال جيت أتجاوزها حسيت بالطار بدي أعسي مشكلة الكدي، قمت شديت للطندر أخرى شوي. لما جيت تتجاوز وصلت على سواها بكى في تسليمات شوارع، مسعت بريك، مزعت البريك كما تفكعت القنبلي، حاولت أوقف الطندر صار الحام يطلع من عند الدعسات، بطلت أشوف قدامي لما فكعت. هسا فكرت في إشي عدي إشي يعني إنه واحد بيضرب علي إشي، حليت الحكورة بدك فيز من الطندر، فتحت الباب السيارة كامل معك يسكر الباب، قمت نزلت النيوتن رفعت عندي بريك شوي شوي توقف الطندر، تاجوا شباب كموني من الطندر اخذوني بالامبولانس. كنت بوعيك اما اخر شيء صار معك الحادث؟ ظليت بوعي لحديد ما فت على الامبولانس، اجي شاب علي بقول هذا الشاب ميت، قمت صرت انادي عليه تارجعوا عندي، هزمي الامبولانس على السريع وعملوني بالامبولانس. الإصابة اللي تعرضت لها أكلت هو بجرعي هو بيدي وعيني. بحكينا أكثر عن حالك، شو بتدرس، شو طموحاتك شرف؟ بكيت أتعلم بالنار هندسة بنيان، هندسة زراعية، وأشتغل بالليل بالشوارع تسلاتيم تمرريم. شو طموحاتك شرف؟ كنت حاب أخلص تعليمي وأشتغل بالشهادة. توقعت أنه يصير معك هيك بشي يوم؟ الحمد لله رب العالمين، هاي تفكيد ربنا. يعني بلا شك هذا الوضع كثير صعب، كيف بتواجه هذا الوضع؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا ايش كاتب. شو بتحب تحكي كلمة أخيرة؟ بحب كل الشباب هذول اللي فيش شي بيستاهل انه الناس تنقتل مشانه، اتقوا الله. شرف انت يعني أول مرة صحيت حالك وتتذكرت اللي صار معك؟ أنا كل وقت وأنا أحلم، لما صحيت حالي بعرف شو هو الحلم وشو الحقيقة. والحديث هسه في شغلات بعرفش اذا هي مظبوطه ولا حلم. يعني بعدك بالشيء صاحبي بالضبط، شو صار بالضبط اللي صار معي؟ ما نسيتوش بالمره، حتى وانا احلم بكت متذكره. شرف اليوم الحمد لله رب العالمين تحسن شوي شوي زي ما انت شفت، بلش شوي شوي خطوات يمشي كل يوم عن يوم احسن واحسن، وبعمل تمارين كل يوم، وان شاء الله خلال اسبوع يكون طالع من رمبام، وزي ما خربونا بالمستشفى هون جنكلوا على رعنانة يبلش تمارين هناك، وإن شاء الله رب العالمين يعني منطمن الكل. الحمد لله رب العالمين بيسأل عن الكل والكل بيسأل عنه، والحمد لله رب العالمين عنده ثقة عالية بنفسه وعرف اللي صار معه ووضع عينيه عرف، والحمد لله تقبل كل إشي مثل ما كانوا. الحمد لله رب العالمين شاب مؤمن وعارف إنه إشارة ربنا كتب له إياه، والحمد لله رب العالمين. من نسبة للجهات الرسمية حكوا معنا من وزارة من مكتب الوزارة، حكوا معنا برضو أخ من الكعبية اللي هو ناطق باسم الوسط العربي من الدولة، وغير هيك لا من أعضاء كنيسة عرب ولا مجلس محلي طلعت عارة لحد هسه ولا واحد. تذكر شو الحد كيف صارت معه؟ والله أنا بقيت بالشغل يعني الخبر اللي سمعته زي الناس، اما كيف تعرف شرف خرف وباقي الناس كلها خرفت مع البوليس مع كلياته بالزبط، ما خرف شرف بالضبط يعني فيش شيء جديد من مره. احنا ان شاء الله رب العالمين في عندنا محامي طبعا، وكل الاجراءات هاي بلش بيها هو اول باول، ومن ناحيه التامين الوطني الحمد لله رب العالمين ولا واحد مكسر بشي، يعني من ناحيه التلفونات من ناحيتهم برمم يوم بيسالوا وبيجوا بقدموا اللي بدهم اياه من ناحيه التامين الوطني، ومن ناحيه ثانيه شيء يعني للدوله في محامي، والمحامي المحامي تعمل موضوع أول بول ودبلش بالقضية نفسها.